مساء الخير مشاهدي الكرام. كنتمناو توجدكم هذه الحلقة من أنفاس مسرحية في سعادة وهناء. الحدث المسرحي لهذا الشهر غادي يسافر بنا لطنجة مرتين من خلال حدثين مسرحيين، ثم سلا ثم مراكش، ومن بعد نلتقيو في محور الحلقة. هانتم معنا. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت جمعية القنطرة الدورة الثالثة لمهرجان طنجة الدولي للمسرح بقصر مولاي حفيظ تحت شعار طنجة فضاء لكل الفضاءات. وكانت المساهمة المسرحية المغربية وازنة، كما شاركت في المهرجان مسرحيات من تونس، مصر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا والمكسيك. Mi nombre es Luis Falcón, soy actor de México. أنا اسمي لويس فالكون، ممثل مكسيكي من مدينة تدعى كواويلا، اسم الفرقة لوزين نورتي. سانتيو هي عاصمة ولاية كواويلا. جئنا بعرض يدعى المغنية الصلعاء وماكدونالدز. مؤلفة المسرحية تدعى جوي ساكويني، هي من كاتالونيا. العرض يتحدث عن العزلة والانفرادية والتغرب بين الأشقاء. نحن سعداء للغاية في وجودنا هنا في هذه في هذا البلد. إنهم ناس ودودون كرماء. نحن في غاية السعادة لأننا قمنا بزيارات متعددة لأماكن كثيرة وعجبنا بها. Maravilloso como es aquí el mar, ver una ciudad tan bonita, tan tranquila. El مهرجان طنجة الدولي للمسرح هو جا في إطار في واحد السياق ديال طنجة الكبرى. طنجة كتكبر بالشوارع ديالها، بالعمارات ديالها، بالفضاءات ديالها، يعني وكاين تطور كذلك اجتماعي. قلنا فلما لا طنجة يكون عندها مهرجان حقيقي، مهرجان يكون كبير وثقافي. إن طنجة من دائما كانت مدينة ديال الثقافات، مدينة ديال التنوع الثقافي والحضاري. فمشينا في هذا الإطار هذا، والحمد لله ملي جات الفكرة وتعطات الانطلاقة ديال الاشتغال، كان تجاوب كبير ما بين الدول اللي كنتصلوا بهم وكذا، والحمد لله النتيجة هي بين الحضور كبير والمكرمين الموجودين والحمد لله. والمحتفى به في هذه النسخة الصحراء المغربية باختيارها فضاء للمهرجان. عرف المهرجان علاوة على العروض المسرحية ورشات تكوينية لفائدة الشباب والأطفال بالجهة. Alors voilà, je suis venue à Tanger. Waouh, c'est trop bien, trop top. J'ai vu plein de monde, un lieu magnifique. Waouh. Bien, alors là, c'était un atelier de théâtre sur le masque. Je viens juste de faire jouer un tout petit peu un petit personnage qui est ce qu'on appelle un masque de caractère. Et donc, pendant deux heures, j'ai animé avec les enfants, j'ai animé l'atelier de masque ici pendant le troisième festival de théâtre de Tanger international. L'imagina fait état مهرجان الدولي للمسرح باش نعملوا واحد l'atelier ديال le masque. ومع مدام جويل عملنا واحد لاتوليي. هاد لاتوليي كيتكلم على دي بيرسوناج بلي ماسك. كما عرف توقيع اصدارات فنيه وتكريم الكاتب المغربي عبد الكريم برشيد والفنان الفرنسي غومون بوتي. هذا التكريم الذي حظيت به هو تكريم يسعدني ويشرفني، واقول بأنني ما عشت مثل هذه اللحظة أبدا. كرمت في كثير من الدول العربية، عشت لحظات شبيهة ولكنها في الواقع لا تصل إلى هذا الحد من الحفاوة، هذا الحد من الصدق ومن النبل. ولذلك طنجة لها بالنسبة إلي وبالنسبة لكل العالم لها طعم خاص. مدينة كانت عالمية وبهذا المهرجان تستعيد عالميتها، كانت مفتوحة في وجه كل فناني العالم، الآن هي مدينة تعيش المسرح، تتنفس المسرح، تحتفي برجال المسرح كما احتفت
بدولا كروا ببوربوس بتينيسي ويليامز وكبار الفنانين الذين مروا من هنا. Moi je suis content vraiment et stupéfait de me retrouver en train de recevoir un hommage d'une ville que j'aime, une ville aussi sophistiquée que Tanger, dans un pays aussi sophistiqué, et je suis stupéfait quoi. Et ça me fait penser à Michel Simon qui lors d'un hommage avait répondu je suis ému et je suis tellement content que cet hommage ne soit pas posthume. Posthume, c'est-à-dire ne soit pas fait après ma mort. وقد ساهم في إنجاح هذه الدورة إضافة إلى كل مؤسسات المدينة عدد كبير من المحتضنين من داخل وخارج عروس البغاز طنجة. يبقى مهرجان طنجة الدولي في نسخته الثالثة أعتقد أنها إضافة نوعية لما يقام من مهرجانات ومن محافل ثقافية وإبداعية هنا بطنجة، وأعتقد أن مدينة طنجة تستحق أكثر من مهرجان في هذا المقام، وأقول على مهرجان طنجة الدولي ربما الخصوصية ديالو هي كونه أنه يجمع ما بين بعد إرثي ثقافي وما بين يحاول يجاوب على أسئلة الراهن من خلال شعاره اللي هو طنجة فضاء لكل الفضاءات، وعندما نتكلم على الفضاء نتكلم على الإنسان الفضاء، نتكلم على ذاكرة الفضاء، وهنا أقول على أن ربما من خلال مهرجان طنجة الدولي للمسرح نكون فتحنا باب السؤال، فتحنا باب البحث من أجل أن نمشي في أفق أوسع، ونتمنى أن تكون هذه التجربة إضافة نوعية لمدينة طنجة ولبعدها الثقافي والحضاري وبعدها الدولي أيضا.